مرحبا يو جايز. الفيديو اليوم هو فيديو ذاتس هايلي ريكويستد مني، بس ما بعرف ليه اخذت معي سنين تحت اعمله، يلي هو اليوم نحكون عم نحكي عن ذا بيست واكثر ميك اب براشز معقول انتم تجيبوهم وتستفيدوا منهم. ان كنتوا شخص مبتدئ بالميك اب او بتحبوا الميك اب بتحطوا ميك اب كل يوم، رح نحكي عن فيس براشز اي براشز وكل شيء بهذا الفيديو. بس قبل ما بلش، اذا انتم جداد لكم مرحبا ويا اهلا وسهلا فيكم. انا اسمي ريبيكا، انا حدا كثير بحب الميك اب الملون، بحب اعلمكم تعرف تعمل الميك اب تبعكم احيانا اسرع برودكتس اوفر، بجرب افوت لكم شوي الالوان على حياتكم على الميك اب تبعكم. قبل ما بلش بالفيديو ما بدكم تنسوا تعملوا لايك كومنت اند سبسكرايب، دوروا جرس هون حتى تكونوا سبسكرايب لما تقفلوا الفيديو، لانه بطلع لكم تو فيديوز بير ويك. keep in mind اول شيء انه الميك اب على وجهي لازم يبين احلى، بس انا كنت عم صور بالضوء الطبيعي اوريدي، طلع الفيديو رح تكون بزاويه سكرين بخانه المعلومات تحت. I'm doing a full face of first impression، رح بحط لكم كمان بخانه المعلومات تحت كل شيء رح تحطوه على وجهي، ديسكاونت كودز وين بتلاقوهم كثير تفاصيل غير. عم صور على الضوء الطبيعي، كان الدنيا مشمسه بس بلشت صور غطت الدنيا، so if my makeup is not looking the best هذا لانه the light is not the best. وكمان شغله بدي اذكر لكم اياها انه كل البراشز رح فرجيكم اياهم except one هي كومبليتلي نظيفه. هذا انه اكشلي هدول البراشز انا عم بستعملهم وبتوين مي فيلمينج وكل شيء انا عندي بحياتي، ما قدرت انه غسلكم البراشز حتى يكونوا نظاف وناشفين وفرجيكم اياهم بهذا الفيديو. انا ام يوزينج ذيس براشز اوكي، سو بليز بي كايند بخصوص هذا الموضوع. انا ام يوزينج ذيس براشز نون ستوب. و keep in mind أنا already أنا عندي فيديو رح تكون يبي زي تسمين بخانة المعلومات تحت، هو how to blend your eyeshadow like pro. بهديك الفيديو حكيت تكون عن eye brushes و techniques تستعنون كرمال eyeshadow حتى يطلع perfect، بس كمان اليوم رح كون عم بذكر لكم، رح جربكم كتير صريحة معكم وقول لكم إنه you need 2-4-6-7 brushes and sponge and you'll have a flawless base. وكل شيء بقول لكم بدكم أكتر actually ما تصدقوا. انا رح اسر لكم انه فيكم بدل ما تشتري البراش تستعملوا كذا استعمل كنت تشتروا كذا بلاش كذا برش، بس انا رح اكون كثير صريحه معكم. يعني انا اذا حدا بحياتي من رفقاتي عم يسالني شو هن البراشز بحوزهم رح اقول هول بس وما جيب غيره اوكي، واذا بحس انه هذا السيت منيح او هذا السيت منيح رح اشوف اذا هدول البراشز هن الاساس رح اقول ايه جد السيت، اذا لا don't get it. وانا اكشلي اذا حدا بده يسالني بقول لهم لا ما بفضل انكم تشتروا سيت، بفضل انكم تشتروا البراشز سيبريت، مع انه انا كثير اوقات بشتري سيتس بس بفضل انكم تشتروا البراشز سيبريتلي، لانه سبيشلي اذا انتم مبتدئين بالميك اب وعم تبلشوا يور بيلدينج يور ميك اب كولكشن، تشتروا كل شيء ميك اب، تشتروا كل شيء براشز، كل شيء سيتس وكل شيء اتس فيري اكسبنسيف، سو بفضل انكم تشتروا ذا براش ذات يو نيد اند يو ار غانا يوز نون ستوب. اوكي سو رح بلش اول شيء بي فاونديشن براش. انا بحب ميد فاونديشن والبيس تبعي والكونسيلر والكريمي بلاش ليكويد بلاش، حتى هيدا البراش استعملتها وذ كريمي كونتور وذ كريمي برونزر وكان بتعقد، يلي هي ذس براش من جوسي بيوتي اللي هي نمبر 2. هيدا البراش من احلى البراشز القديم عندي، بيعرف قديش انا بحبها واي يوز ات نون ستوب. اكيد مستعمله اثنيناتهم، عندي وحده سبيسيفيكلي فور فاونديشن اند كونسيلر والثانيه بستعملها فور ايفرثينج ذاتس كريمي اور ليكويد براش. كتير بحب كمان من روبي روز يلي اسمها راوند كابوكي براش، بس it's no longer available unfortunately، ما بقى عم يعملوا منها. so اذا بدي اقول لكم الاثنين بحبهم اثنيناتهم نفس الشيء، سو كثير بنصحكم انكم تجيبوا هيدي البراش من جوسي بيوتي. هلا اذا انتم من الاشخاص يلي بتحبوا تستعملوا سبونج، انا بيرسونلي كثير بحب ريل تكنيكس 1، بس ريل تكنيكس حقها شي 8 9 دولار برا بي اس اي، واذا بدكم تجيبوها من اونلاين بيج هون بتطلع حقها 12 13 دولار، سو اتس اكسبنسيف. بالمقابل اليوم وقت كنت عم بعمل ميك اب تبعي استعملت لاول مره هيدي السبونج، والسبونجز بقدر اعطيكم رايي فيهم من اول مره بستعملهم لانه اف يوز تونز اند تونز اند تونز اوف سبونجرز وبعرف شو اللي بحب وشو اللي ما بحب. سو هيدي السبونج من روبي روز الفيلز 1 اكيد موسخه لانه استعملتها اجين اليوم تو بلاند ماي بيس. اوريدي انا كنت ميجر الفاونديشن تبعي ببرش، رجعت قطعتها جاست حتى تطبطب ويكون عندي الفلولس لوك، اعطتني الفلولس لوك وكان بتعقد فور بلاندينج ماي اندر ايز ماي اندر اي كونسيلر. كتير حلوه ممتصت كتير البرودكت وعطتني كتير بلاندينج حلو للكونسيلر، واجين ات واز فيري سوفت. سو اذا انتم من الاشخاص فيكم تستعملوا ذس وان فور تتمدوا الفاونديشن، تتمدوا الكونسيلر، تتمدوا الليكويد بلاش او الكريمي بلاش، تتمدوا الليكويد اور كريمي برونزر او الليكويد اور كريمي كونتور وحتى الليكويد هايلايتر. سو ذس وان كان دو ات اول. حتى هيدي فيكم تستعملوها من ميله تكون نظيفه بس ما عليها كثير مي، تتثبتوا فيها يور اندر اي باودر
your under eye area with powder. So this one can do it all, especially لأنه مشطوبة, it will be perfect تتثبت لكم this area, so keep this in mind. عند وقتها بدي أحكيكم عن sponge فيكم تستعملوا تتثبتوا فيها تحت عيونكم. ليش عم بقول لكم مطرح يكون ناشف أكتر؟ لأنه نحن إذا بدنا ناخد powder ويكون مطرح وات رح تغمق شوي powder, so رح تغمق لكم هيدي الأريا وهيدا الشيء نحن ما بدنا إياه. So يا أما استعملوا وحدة تكون completely dry, يا أما نقوا أكتر مطرح dry بالsponge واستعملوها حتى this sponge will look perfect, will work perfectly مع your powder highlighter. إذا أنتم بتحبوا ال popping highlighter لأنه وقت تاخدوها وتحطوا ال highlighter in this area, ال powder highlighter it will make it pop للماكسيموم. So already حكيتكم عن a brush that can do tons وعن a sponge that can do tons. هلا رح ننتقل ل a brush فيكم. أنا من الأشخاص يلي بحب إنه ثبت وجهي ب powder. اوكي بحب ثبتها لايتلي, ما ثبتها بطريقه سنيكي. كل باودرز تقريبا بيجي معهم باف صغيره يلي هي عباره عن سفنجة رقيقه فيكم تاخذوها وتثبتوا فيها البيس تبعكم, هيك بتعطيكم فولر كفرج وبتثبت لكم الميك اب اكثر. بس انا بيرسونلي هيدا اللوك ما كثير بحبه, سو كرمال هيك بستعمل اي فلافي باودر براش. كل شيء بيجي شكله هيك او هيك. اوكي سو انا اي هاف تو هيدي من ست, سو ما رح نحكي عنها كتير, بس حبيت فرجيكم اياها مقارنة مع another brush you can find وبتنباع separately يلي هي هيدي البراش من Juicy Beauty يلي هي ما بعرف شو رقم. اوكي سو رقمها رايح كومبليتلي لانه انا هيدي البراش عندي اياها من زمان. انا I've used it tons وكل هول البراشز رح احكي لكم اياهم غسلتهم مانو صاير لهم شيء. سو هيدي البراش فيكم تستعملوها for your powder اذا بتحبوا بهيدي الطريقه, فيكم تستعملوها كمان for blush مع انه شوي كبيرة, فيكم تستعملوها for your bronzer. انا بحبها للبرونزر وبحبها للباودر, للباودر مانا عاطلة. I actually love هيك شيء اصغر كرمال يعني حي لشيء اصغر يعني حتى هي اللي اصغر منها it will work for your brush for your blush. بس عم نحكي عن minimum brushes, so فيكم تجيبوا brush خصوصي للبلاش. okay this is my favorite صراحة يلي هي من BH Cosmetics number 3 يلي هي بتجي بسات, بس اكيد انتم ما لكم بحاجه لسات. و I know for sure ان Juicy Beauty عندها وحده على نسق هيدي اكبر من هيدي بشوي. اوكي بس انا ما عندي اياها. اوكي فور باودر لتحت العيون فيكم تستعينوا ببرش وانا حطيتها. اوكي I have it here يلي هي هيدي. اوكي سو حيلا برش بتجي شكلها هيك that you can be precise with it is perfect. حتى فيكم تكونوا جايبين اثنين من هيدا البراش من Juicy Beauty, وحده تستعملوها for creamy products وحده تستعملوها for powder لانه it does work perfectly كمان ب powder. انا صراحه مش مجربتها مع البلاش so ما عندي علم, بس في لكم انه هيدي for blush and for bronzer and for powder it does work perfectly. سو ذكرت لكم اذا انتم بتحبوا البلاش القوي الهايلايتر القوي, بس اذا انتم بتحبوا الهايلايتر الخفيف فيكم تجيبوا fan brush, بس actually أرخص من الفان براش هي blending brush كبيرة. blending brush طبعا عيني اللي بتجي قيسة كبير you can use it for highlighter and it's perfect for highlighter. actually كل اللي بحبهم أنا عندي إياهم هن يا أما specifically for highlighter بس إنه اسمه highlighter brush, بس هي actually a blending brush أكبر قياس, يا أما هن blending brush للعيون أكبر من قياس وأنا بستعملهم for my highlighter. so إذا أنتم بتحبوا الهايلايتر يا أما فان براش إذا بتحبوا شيء that's soft يا أما جيبوا هيدي and will give you a very beautiful highlighter look. هلأ للعيون رح أكون صريحة كتير معكم وقلكم you need two brushes بالتحديد. أول وحدة هي blending brush بس بديها تكون yes عينكم مزبوط, ورح فرجيكم إنه هيدي البراش it can work بكذا طريقة. so أنا كيف تعرفوا البراش إذا هي مناسبة لشكل عينكم؟ ما تجيبوا براش تكون كتير كبيرة, ما تجيبوا براش تكون صغيرة لأنه صغيرة بتاخد معكم سنين تتعملوا بلندنج. براش كبيرة بيوصل البلندنج لفوق الحواجب, so we don't want that. بديكم بس تحطوا البراش هون بساكت يعني مطرح ما الكريس تبعكم دغري it will fit perfectly. هيدا هو القياس المناسب للبلندنج براش تبعكم, وفضل انكم تشتروا بلندنج براش on spot مش تطلبوها اونلاين او sometimes تطلع اكبر اصغر. so جيبوا شيء and put it like here هون دغري على الكسرة if it fits perfectly هيدي هي لألكم. so هيدي البراش انا في استعملها تحت اعمل بلندنج, في اكبسها لهيدي البراش بهيدي الطريقة هيك. اوكي عم تعمل فوكس على وجهي anyway بهيدي الطريقة هيك بتصير عندي اياها دقيقة لدرجة انه انا استعملها تحت اعمل بلندنج لتحت عيوني بهيدي الطريقة, او اذا بدي قوي الاوتر كورنر تبعي في استعملها وكون هيك, او اكشولي في اجيب بدالهم اي بنسل براش يلي هي بتجي شكلها هيك like this
اوكي وبتشتغل بنفس الطريقه، نحطها هون وحطها in this part. هلا للاشخاص يلي بيحبوا يحطوا مات اي شادو على كل عيونهم مش شمر، اكيد انتم لازم تكون اي فلات براش. رح فرجيكم فلات براش كيف تيجي شكلها، في يكون لها كذا قياس اجان حسب انتم شكل عينكم. سو هيدي اي فلات براش انا عندي اياها، مش ضروري تجيبوها هالقد، فيها تكون فلافي، فيها تكون اطول اقصر حسب انتم شو بتحبوا. هيدي اذا انتم من الاشخاص اللي بتحطوا something that's matte it will look good، بس اذا انتم بتحبوا تحطوا شيمرز مثلي ارخص طول، مش ارخص طول، احلى طول، الله اعطينا اياه فور فيه اصبعنا especially the ring finger، فينا ناخذ نحن الشيمرز او حتى حيالا finger نحن عنا اياه ونحط الشيمر and it will look amazing. بس اذا انتم مثلا عندكم ضفير طوال وما فيكم تعملوا هيدي الستب، use your flat brush تتحطوا الشمر، رشوا البرش بسيتنج سبراي او بحيالة او شيء تخليها تصير وات، وبتحطوا الشمر it will give you the same impact. سو طافت الكاميرا، ما بعرف وين كان صرت بالحديث، بس كان بعد في وان برش بدي احكيكم عنها يلي هي هيدي ديول اندد برش من جوسي بيوتي وطلعت غطايتها. سو عم صور الساعة 3 بعد الظهر، مبين كأنه عم صور لكم الساعة 5 او 6 بعد الظهر، بس anyway هيدي البرش انا كتير بحبها. اذا انتم من الاشخاص اللي بتحبوا تعبوا حواجبكم، هيدي بتنشط لكم حواجبكم بطريقة كتير حلوة، بلس تاني ميلة بتعبي الفراغات بين الحواجب بطريقة كتير حلوة. واذا انتم من الاشخاص اللي بتحبوا تستعملوا يور اي شادو كاي لاينر كتير حلوة لهيدا الاستعمال، بلس كتير حلوة للجل لاينر لكل شيء لهدول التفاصيل. أكيد إذا أنا عم قلكم إنه هيدول هن البراشز الأساسية، مش معناتها إذا جبتوا كذا يس للبلندينج براش أو كذا بنسل براش أو كذا فلات براش أو كذا فيس براش، يعني أنتوا عم تجيبوا كتير. أنا حبيت إنه أعمل هذا الفيديو وأحكي عن جد what you actually need، وما تعوزوا أكتر منهم، لأنه هيدول if you have them you can do your makeup perfectly. شغله كمان بدي اذكركم اياها قبل ما اخلص لكم هذا الفيديو هو regarding تنظيف البراشز. كل شيء نحن بنستعمله with creamy or liquid مثل هيدي البراش او السبونج، السبونج بنصحكم تنظفوها كل مره بتستعملوها. انا هيدي مثلا كنت مستعملتها اليوم تحت اعمل ميك اب تبعي، رح نضيفها دغري هلا قبل ما ردها لمحلها واتركها تنشف طبيعيا، لانه keep in mind انه هيدي سفنجه اذا انا بضبها هي ورطبه رح تعفن. اوكي سو keep this in mind. البراشز اللي انا بستعمل كريمر الليكويد اور كريمي بنصحكم تنظفون اتليست مره بالجمعه، لانه كل شيء كريم بيعشش فيه البكتيريا اسرع، ونحن اذا عنا براشز مسخين رح نضر بشرتنا. سو هذا الشيء كثير مهم. كل شيء بتستعملوه مع الباودرز فيكم ضلكم جمعه جمعتين ماكسيموم ثلاث جماع او شهر ما تنظفون، بس على طول نظفون لانه اتس مور هايجينيك واحسن للبشره تبعكم، وما بتنتقل البكتيريا وما بتعشش البكتيريا بالبراشز يلي نحن بنستعملهم. في كثير عالم كان عندهم مشاكل ببشرتهم بس بلشوا يغسلوا البراشز تبعهم بانتظام، هدول المشاكل انحلوا لانه كانت المشكله تبعهم هي the brush. هلا برودكت انا كثير بحب استعمله للبراشز تحت انظفهم وللسبونجز هي هيدي الالياك براش كلينر، هيدي كتير بنصحكم جربوها، رح احطلكم الالياك بيج بخانة المعلومات تحت. This is amazing. هيدي انا شريتها اول مرة هي وبعت ليها for free، بعدين انا اشتريتها بمصرياتي. It's the best. حتى تنطفوا everything you need to know. And عطول تذكروا انه clean brushes you'll get better result. فيكن تشتروا شي مثل هيدي حتى تنظف لكم your eye brushes اذا عم تستعملوا specifically one brush تتعملوا كل الاي لوك تبعكم، فيكن تقطعوا هيدي هيدي سبيسيفيكلي تتنظفكم البراشز، بس اكيد انتم مانكم بحاجه لها. انتم بدها تروحوا عند كوافير كان يعطيكم هيدي السفنجه الكبيره يحط لكم اياها، ثلاث ارباعكم عندكم اكيد وحده او اثنين بالجرور، جيبوها واستعملوها تتنظفوا البراش تبعكم. وانا كثير بصر على الانستغرام ستوريز بدي اعمل لكم توتوريالز نستعمل لكم 1 براش حتى افرجيكم انه فيكم تعملوا فيها تونز اوف لوكس ومانكم بحاجه ل 600 براش. انا اي دو اكشلي يوز هيدي البراش، وقعنا برش على الأرض على فكرة، أنا بوقع كل شيء وبخليهم بالفيديو حتى نضحك على حالنا. هيدي البرش اللي أنا اليوم استعملتها، This is a brush اللي إذا بتحضروني على انستغرام This one أو هيدي اللي هي نفس القياس تبع البلندينج برش لعيني I use them non-stop وبقدر أعمل لوك كامل بستعمل هيدول and my finger. Okay so إذا بدكم تستعملوا one brush جيبوا هيدي السفنجة نطفوا فيها in between، بس هيدي التنظيف in between تتنقلوا between لون وبين لون وتاني ما بتغنيكم عن تنظيف البراش. so cleaning your brushes I'm leaving this one in the video كمان I'm all over the place لأنه ديني ايمي عدد ايمي، بس anyway هيدا الشيء ضروري تنطفوا البراشز حتى لو كنتوا عم تنطفون in between الألوان ما بيغنيكم عن تنظيف البراشز مزبوط. anyway بتمنى يكون عجبكم هيدا الفيديو، جربت قد ما فيي اختصر لكم البراشز اللي انتم عن جد بحاجه لكم. يعني انا personally I do my makeup every single day، اذا باخذ معي these brushes
وبلا مبالغة اوكي يلي هني the brush the blush brush اللي انا بحبه اوكي بس you can find حيالة وحدة مثل هولي ياسون اصغر it will work my bronzer brush my powder brush a sponge a flat brush انا flat brush في استعملها كمان تحت عيوني بدل pencil brush يعني اذا بدي اعمل شيء يكون defined dual under brush من Juicy Beauty the brush number 2 من Juicy Beauty اللي كتير بحبه this blending brush اللي هي مناسبة لتحت عيوني and this under eye powder brush I will do my makeup every looks that I want بستعمل هاي دولة وماني بحاجة لأكتر أكيد إذا أنتوا بحبوا تجيبوا كذا blending brush كذا شغلة أنتوا it's up to you تعملوا هذا الشيء بس أنا حبيت أعطيكم what you basically need especially إذا أنتوا مبتدئين بالميكب وأكيد أنتوا بتصيروا تطوروا حالكم مع الوقت تعرفوا أنتوا شو بحاجة وتجيبوا على أساسها بس هاي دولة what you actually need وإذا كان عندكم إياهم صراحة ما نكون بحاجة لشي تاني بتمنى يكون عجبكم هيدا الفيديو إذا حبيتوا ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو أكيد تتركوا لتعليقاتكم بخانة التعليقات تحت أنتوا إذا لقيتوا هيدا الشي مناسب أنتوا شو بتستعملوا usually brushes إذا أنتوا من الأشخاص اللي بتحبوا الساتس ما بتحبوا الساتس خلوا لي رأيكم بخانة التعليقات تحت I would love to know it أكيد ما تنسوا تشاركوا هيدا الفيديو مع رفقاتكم تبعتوا لللينك ساعة عن جد هلا الدنيا قايمه قاعدة بظن فيكم تسمعوا صوت الشتاء صوت الريح بس إذا مش عم تقدروا literally غيمت الدنيا وسودت الدنيا فجأة بس anyway رح بتلاقوا كل شيء حطيته على وجه discount codes وين تلاقوهم كتير تفاصيل غير بخانة المعلومات تحت ما تنسوا تعملوا subscribe للشانل تبعي انا بطلع لكم 2 youtube videos per week ودوروا جرس هون حطيكم subscribe ما تقفوا ولا اي فيديو رح بتلاقوا بخانة المعلومات تحت في الفيديوز انا عملتهم بعلمكم تصيروا احسن من الميكب تبعكم اوعى regarding your makeup collection a lot of playlists شيكوا خانة المعلومات تحت لكتير تفاصيل لانه كمان حطيت لكم فيها all of my social media platforms اللي بتكونوا part of my daily life so عملوا فولو عليهم كلهم especially Instagram and keep your eyes open لأن Instagram هو ما ترح بيصير عنا شيء على الستوري so keep your eyes open on my story بدي أشكركم على وقتكم السامين قديتوا تحضروا الفيديو تبعي بهذا الوقت كان فيكم تعملوا كتير قصص غير بس انتوا بتعقدوا وقرأتوا تقضوا هذا الوقت معي and I love you a lot for that هلأ اللي عم يحضر الفيديو للآخر اكتبوا لي شو هي your favorite brush ever يلي تستعملوها لكذا شغلة بخانة التعليقات تحت أو your favorite sponge تعرف انكم عم تحضروا ماي فيديو للآخر بشكركم من قلبي على وقتكم السمين I love you all وانا ألا راد أنا بشوفكم بالفيديو الجاي